اسمي عبد الله مصطفى. ان شاء الله باذن الله يكون في اقبال ان شاء الله. لا ما هو شم النسيم السعيدي جاي بعد العيد بحوالي 25 يوم، فان شاء الله يبقى في فرق بين ده وبين ده، فان شاء الله يبقى في شغل ان شاء الله. الناس بدات تشتري يعني في سيكو رينج وكده عشان خلاص قربنا من العيد بقى وصام طيب. وبالنسبه للاسعار بقى واختلافها ما بين الموسم ده والموسم اللي فات، زادت بنسبه قد ايه؟ يعني طبعا اسعار فرقت مثلا 10% في كل حاجه. لا ما هو الزياده دي بتبقى اسعار يعني بتبقى عامه، مش حاجه بس اللي زادت، فكل حاجه زادت. مثلا كيلو مثلا يفرق مثلا 10 او 20 جنيه مش تفرق كتير. عندي مثلا فسيخ بوري كيلو ب 380، عندي مثلا رنجة هولندي ب 160 وب 200، عندي ملوحه ب 280، عندي سردين ب 160، عندي بقى برطمانات وحاجات في الهاد زي اللي في الثلاجه كده. دي بطارخ بوري ده الكيلو بتاعها ب 2000، وفي رنجه مدخنه اللي هي الهولندي ده الكيلو بتاعها ب 500. بطارخ بوري يعني في برطمان فسيخ مخلي كده دوت نص كيلو فسيخ مخلي عامل 230، في مثلا رنجه مخليه كده ده كيلو رنجه بيتنضف ويتحط كده في العلبه بالزيت ده عامل 180. في سردين، في ملوحه ممكن تبص كده في الثلاجه برده لو عايز تلقي نظره عليهم. يعني في سردين مثلا كده كلها برطمانات، ممكن تقول ده برطمان سردين ده مثلا كيلو الا ربع عامل 200 مثلا. تمام. في برطمان ملوحة برطمان ملوحة زي كده عامل 120-350 جرام. تمام. انت شايف بقى ان الموسم ده هيكون احسن من الموسم اللي قبله ولا دي حاجة بقى بتاعت ربنا؟ الارزاق بيد الله، حسبها على الله. وصلنا طيب.